بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره واستنى بسنته إلى يوم الدين، وبعد، فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سأتحدث إليكم إن شاء الله تعالى في هذه الدقائق عن كيفية قضاء الفوائت، وهذا السؤال يكثر السائلون عنه. نقول وبالله التوفيق أن قضاء الفوائت يجب على المكلف أن يقضي ما فاته من الصلوات، وكيفية ذلك يفرق فقهاؤنا رحمهم الله تعالى بين يسير الفوائت وكثيره، فاليسير عندهم الأربعة فما دون، هذا اتفاقا في المذهب، وفي الخمسة خلاف، والستة كثيرة اتفاقا، اليسيرة، الفوائت اليسيرة تقضى على الترتيب، يجب على المكلف أن يرتب فيما بينها، مثلا لو أن مكلفا فاته أو فاتته الصبح والظهر والعصر والمغرب والعشاء، وأراد أن يصلي الصبح، فلا يصلي الصبح حتى يأتي بهذه الصلوات الخمس، على المشهور أن الخمس فما دون يسيرة، يجب الترتيب فيما بينها، فيأتي بالصبح ثم الظهر ثم العصر ثم المغرب ثم العشاء ثم يصلي الحاضرة وهي الصبح. أما إذا كانت الفوائت كثيرة فإذا علم عددها يندب له أن يرتب فيما بينها، وإذا جهل عددها وكانت كوما أو كومة كبيرة فله أن يصلي كيف شاء مع كل وقت، من الصلوات، ولكن علماءنا قالوا يندب له أن يصلي مع كل وقت خمس صلوات، أن يصلي مثلا مع الصبح صبحا وظهرا وعصرا ومغربا وعشاء، وهكذا مع الظهر، وهكذا مع العصر ومع المغرب والعشاء. قالوا حتى إذا لقي الله سبحانه وتعالى وقبض وهو على هذه الحالة، لقيه وذمته بريئة من هذه التكاليف، إن شاء الله تعالى بريئة. لكن قد يعني يشغل المكلف مشاغل الحياة، أو يمل هذا النمط الذي يعني سيصلي أو يسير عليه في قضاء الفوائت، فله أن يصلي ما شاء مع كل وقت، ما عندناش احنا مثلا شيء معين هكذا نقول له أن يسير عليه، لا، له أن يصلي مع كل وقت ما شاء حسب قدرته واستطاعته. ولو أراد أن يصلي بين كل وقت ووقت 20 صلاة له ذلك، لكن الأهم من ذلك أن يضبط هذه الصلوات ويجعل لنفسه جدولا معينا، كم يعني من السنوات فاتته يعني هذه الصلوات، في هذه كم سنة مثلا يعني لم يصلي هذه الصلوات، مثلا نفرض 5 سنوات 6 سنوات 10 سنوات، يجعل لها جدولا حتى إذا ما انتهى من هذه السنوات علم أنه قد قضى ما فاته من الفوائد. إذن خلاصة الأمر أن اليسير من الفوائت يجب أن يرتب المكلف فيما بينها، واليسير عندنا الخمس فما دون، خمس صلوات يجب الترتيب فيما بينها. أما إذا كانت كثيرة فإذا علم عددها قل يندب له أن يرتب فيما بينها، يأتي الأول فالأول، وإذا جهل عددها وكانت كوما كبيرا فله يندب له أن يصلي مع كل وقت خمس صلوات إلى أن يقضي ما عليه، وإذا يعني عسر عليه ذلك يصلي مع كل وقت ما شاء. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعفو ويصفح ويغفر، إنه ولي ذلك والقدر عليه. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.